بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد. الإخوة الدارسون في جامعة السودان المفتوحة، الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلة لمفردات مقر الإشراف التربوي، نتناول إن شاء الله اليوم وظائف وأساليب الإشراف التربوي. فنقول يعتبر تحديد المهام والوظائف للإشراف التربوي من الأمور الأساسية التي يسعى إليها القائمون على التربية، وذلك لارتباطها الوثيق بتحقيق أهداف وغايات التربية. هذا وتختلف النظرة إلى مهام الإشراف ووظائفه باختلاف نوعية الإشراف والأسلوب الذي يتبع لتحقيق أهدافه. لذلك يمكن أن نذكر وظائف الإشراف التربوي في مجموعات. أول هذه المجموعة هي الوظائف الإدارية، أي يقوم الإشراف بكثير من الوظائف الإدارية حتى تجود العملية التربوية. داخل هذه الوظائف الإدارية نجد كثير من النشاطات التي يقوم بها الإشراف التربوي، والتي منها تحمل مسؤولية القيادة، أي يحاول الإشراف أن يجعل المعلم أو القائمين على العملية التعليمية يتحملون مسؤولية القيادة. وكذلك من الوظائف الإدارية للإشراف التربوي إعداد جدول المدرسي ووضع الخطط، الخطط إن كانت خطط إدارية أو خطط تتعلق بالجانب الفني في العملية التربوية. كذلك تتمثل الوظائف الإدارية للإشراف التربوي في إيجاد العلاقات الإنسانية، كما ذكرنا في مرات سابقة أن العلاقات الإنسانية لها دور إيجابي أو سلبي في الأداء التربوي. إن كان هنالك علاقات إنسانية بالصورة المطلوبة ينعكس الدور السلبي لهذه العلاقات الإنسانية، وهي من ضمن المهام الإدارية التي يسعى الإشراف التربوي إلى تأكيدها والإطمئنان عليها داخل المؤسسة التربوية. كما أن الوظائف الإدارية تتمثل في حل المشكلات، وهنالك كثير من المشكلات الإدارية التي تحتاج إلى حلول تربوية داخل المؤسسة التربوية. وكما نعلم أن حل المشكلات له أساليب عديدة، ونحن كإشراف تربوي نسعى إلى غرس الأسلوب أو اتباع الأسلوب العلمي لحل المشكلة، بغض النظر عن ما يقوم به في العادة الإداريين في المؤسسة التربوية. فكثير ما يقوم الإداري بأسلوب المحاولة والخطأ أو أسلوب التقليد في حل المشكلات، ولهذين الأسلوبين كثير من السلبيات. لذلك يحاول الإشراف أن يجعل المسؤول التربوي أن يتفادى هذه السلبيات في هذه الأساليب، ويحاول أن يحل المشكلات بالأسلوب الإداري الحديث الذي يحلل المشكلة ثم يضع الفروض، ويحاول أن يحلل هذه الفروض ويفاضل بينها حتى يصل إلى الحل المناسب، ثم يتخذ القرار بعد ذلك. المجموعة الثانية للوظائف الإشراف التربوي نجد أن هنالك وظائف تنشيطية، ويتمثل في المساعدة في النمو الذاتي للمعلم. وظائف تنشيطية أي يجعل المعلم يحاول أن ينمو نمو ذاتي بالاطلاع ومحاولة اكتساب الخبرات والإحاطة بكل جديد في مجال التربية. كذلك من الوظائف التنشيطية الحث على الإنتاج العلمي وتوظيف التقنيات والوسائل التربوية فيما يفيد التربية ويطور العملية التربوية بصورة عامة. كذلك تتمثل الوظائف التنشيطية في متابعة كل جديد في مجال التربية. تنشيط بصورة عامة أي يحاول أن يكسر الجمود في العملية التعليمية والعملية التربوية حتى لا تكون عملية تتميز بالتكرار، التكرار، ولكن يحاول أن ينشط أي يدخل فيها الجديد ويحث على الإنتاج العلمي وتوظيف التقنيات العلمية ونحوها من الأشياء التي تجعل التربية كأنها شيء متحرك. كما أن الوظائف هنالك وظائف تدريبية، وهي ما يتعلق بالتدريب بصورة عامة، منها تدريب المعلمين، وضع البرامج وأساليب التدريب ذاتها، ثم فهم الأهداف التربوية. أخي الدارس،
ناتي الى الوظيفه الرابعه لوظائف الاشراف التربوي، ونقول هنالك وظائف بحثيه. وظائف بحثيه تتعلق بالجانب البحثي في المجال التربوي. خلاصتها هنالك تدريب المعلم على الاحساس بالمشكلات التربويه، ثم بعد ذلك السعي الى تحديد هذه المشكلات. ممكن ان يكون الاشراف هو الذي يحاول ان يتحسس المشكلات، او يدرب المعلم على ان يتحسس المشكلات التربويه. ومشكلات تربيه كثيره ومتعدده وتحتاج لحلول، وهي متعدده وفي نفس الوقت متجدده. يعني المشاكل اللي كانت قبل 20 عاما مثال، وهي الان بنفس المسميات، ولكن الاسباب تختلف واساليب الحل كذلك تختلف. كما ان من الوظائف البحثيه السعي الى تحديد هذه المشكلات، ثم تكوين فرق بحث في المدرسه لايجاد الحلول المناسبه لتلك المشكلات. مثال مشكلات التحصيل، مثال مشكلات التحصيل في المؤسسه التربويه او للتلاميذ. هنالك كثير من الكلام عن ان التحصيل للتلاميذ يتميز بالتدني، ولهذه المشكله اسباب. نتحسس هذه المشكلات او نعود المعلم نحن كاشراف تربوي على ان يتحسس هذه المشكلات، ثم يبحث عن الاسباب التي ادت اليها، ثم يحاول ان يضع لها الحلول المناسبه. من الوظائف ايضا للاشراف التربوي وظائف تقويميه تتعلق بالجانب التقويمي للعمليه التربويه بصوره عامه. منها مثال اكتشاف نقاط الضعف في العمليه التربويه بصوره عامه، او في المعلم مثال، او في طرق التدريس، او في المناهج، او غيرها. ثم بعد ذلك معرفه مراكز القوه كذلك في المعلم او في الجوانب المختلفه العمليه التعليميه حتى تدعم، ومعرفه نقاط الضعف حتى نحاول ان نضع لها بعض الاجراءات حتى نحولها الى مراكز قوه. ثم بعد ذلك تقويم العمليه التعليميه بصوره عامه تربويه. وكما نعرف ان التقويم هو عمليه نتحصل عبرها على معلومات، هذه المعلومات تفيد في اتخاذ قرار او اصدار حكم على حاجه معينه او على شيء معين او منشط معين في المجال التربوي. لذلك الوظائف التقويميه للاشراف التربوي من اهم الوظائف، لان هنالك بعض القائمين على العمليه التعليميه ربما لا يعني يكونون متمكنين من عمليه الاشراف التقويم بالصوره العلميه او بالصوره السليمه. يسعى الاشراف التربوي الى ان يحاول ان يكسب القائمين على العمليه التعليميه، او يوضح جوانب مختلفه التقويم، ثم تجويد العمليه التقويميه. هنالك وظائف اخرى، منها مثال وظائف تحليليه، حيث يكون التحليل للاشراف التربوي في مجال الامتحانات او الاختبارات التي تقام في المدرسه او في المؤسسه التعليميه، وكذلك تزويد المعلمين بكيفيه التحليل. ثم المناهج تحتاج لتحليل، تحليل الامتحانات والاختبارات، هي اسئله حقيقه كثيره جدا توضع للامتحان. هل هذا الامتحان يقيس ما وضع اليه مثلا؟ هل هذا الامتحان يكون شامل للمقرر الذي يمتحن فيه التلاميذ؟ هل هذا الامتحان يتناسب والمقرر ذاته؟ هل هذا الامتحان فعلا يقيس قياس موضوعي لهذا المقرر الذي وضع اليه؟ ثم بعد ذلك تزويد، يسعى الاشراف التربوي الى تزويد المعلم بكيفيه التحليل. اي تحليل هو معرفه الاسباب للمشكلات المعينه او للموضوعات المختلفه في التربيه، ثم محاوله معرفه كيفيه اتحاد هذه الاسباب او تفاعل هذه الاسباب مع بعضها البعض حتى ادت الى ظهور هذه المشكلات او هذه الموضوعات امامنا. ثم بعد ذلك يكون التحليل للمنهج، والتحليل المنهج يكون عبر اهداف المنهج، محتوى المنهج ذاته، ثم محتوى المادة التعليمية منفردة، ثم بعد ذلك تنظيم المنهج، وطريقة تنفيذ المنهج ذاته، وطريقة التقويم للمنهج. يعني يتناول الإشراف التربوي كوظيفة تحليلية المنهج بصورة عامة، منذ وضع الأهداف لهذا المنهج إلى طريقة تقويم المنهج. وهنالك إخوة الدارسين وظائف أخرى ممكن نقول عليها وظائف، منها وظائف ابتكارية، وتتعلق هذه الوظائف الابتكارية بابتكار الأفكار الجديدة في العمل التربوي بصورة عامة، ثم تعميم هذه الأفكار على العملية التعليمية بصورة عامة. ابتكار يعني تفكير والإتيان بالجديد بناء على أفكار موجودة. وكثير من الإخوة في المجال التربوي يطلقون على عدم التفكير والابتكار الأمية الثالثة، حيث يقولون أن الأمية الأولى هي أمية القراءة والكتابة، والأمية الثانية هي الأمية التقنية، وهي والناس قطعت فيها شوط الحمد لله كبير، ولكن الأمية الثالثة هي الأمية الابتكارية. يعني الناس أصبحوا لا يستخدمون كثيرا
العقل في التفكير أو عمال العقل بملكاته المختلفة التي منها التمييز والتخيل والانتباه والتركيز وكذا. أصبح الناس يجدون هذه الأشياء جاهزة، كان في الأنترنت أو غيره من الوسائل التي توفر المعلومة أو توفر ما يتعلق بموضوع التربية وكذا، ولكن الابتكار أصبح قليلا. لذلك هنالك وظائف ابتكارية يسعى الإشراف التربوي إلى يعني القيام بها داخل المؤسسة التربوية أي داخل العملية التعليمية، منها ابتكار أفكار جديدة، محاولة لابتكار أفكار جديدة حتى تطور العملية التعليمية وتحسن. وكذلك يحاول الإشراف التربوي أن يعمم هذه الأفكار في كل العملية التعليمية حتى يظهر التطور التحسين للعملية التعليمية. هنالك وظائف أخرى أخي الدارس هي ممكن نطلق عليها وظائف عامة، منها مثال تقويم المعلم. يسعى الإشراف التربوي إلى تقويم المعلم، وكما نعلم أن تقويم المعلم يتناول جوانب كثيرة جدا وأجزاء كثيرة جدا من المعلم، مثال قدرات المعلم، تمكن من المادة الذي يقوم بتدريسها، مظهر المعلم، هل هو قدوة حسنة أم غير ذلك، هل هذا المعلم يسعى إلى تطوير ذاته، ما هي إنجازاته داخل المجموعة الموجودة في المدرسة، هل يشارك في اللجان المختلفة، هل يعتز من التعليم، هل يحاول أن يطور من التعليم، هل يحاول الاطلاع والاستزادة، هل يقوم بالبحث في المجال التربوي وفي طرق تدريسه، طرق معاملاته مع زملائه، في طرق حل المشكلات داخل المدرسة وداخل المؤسسة التربوية مع التلاميذ، معاملاته مع التلاميذ، إدارته للصف. كل الوظائف والمناشط التي يقوم بها المعلم تقوم أو يقوم المعلم من كل هذه الجوانب. كما أن من وظائف الإشراف التربوي ملاحظة التدريس، يعني لا يقتصر عمل الإشراف التربوي على الأشياء الظاهرية، ولكن حتى دخوله داخل الفصل ويلاحظ عملية التدريس ذات الموجودة داخل الفصل، ثم يقيم هذه العملية وبعد ذلك يقوم بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تحسينها وتطويرها. أيضا من وظائف التقويم الإشراف التربوي والوظائف العامة عقد اللقاءات مع العاملين في الحقل التربوي، لقاءات سواء كان اجتماعات سواء كان لقاءات فردية أو غيرها، وهذه اللقاءات تتم فيها مناقشات الموضوعات التي تهم العملية التربوية بصورة عامة، ويمكن تهم أصحاب اللقاء كمعلمين صف أو إشراف إداري عام أو غيره من الموضوعات المختلفة، ولكن تعقد لقاءات كثيرة جدا مع العاملين في الحقل التربوي هدفها تحسين العمل وتحسس النواقص والمشكلات والمحاولات علاجها. كما أن هنالك من الوظائف وضع المعايير الخاصة بالفاعلية وتطوير الفاعلية في المؤسسات التربوية، يعني معيار أي مقاييس نقيس عليه هل هنالك فاعلية أم غير فاعلية، فيحاول الإشراف التربوي أن يضع هذه المعايير التي يحكم عبرها على أن العملية التعليمية بصورة عامة هل هي فاعلة، وكيف نطور هذه الفاعلية حتى يعني تؤدي الغرض المطلوب منها. كما أن الإشراف التربوي من وظائفه تقويم أساليب التدريس، أساليب التدريس قصدي ما طرق التدريس، هل هذه الطريقة تتناسب وهذا المقرر، هذه الطريقة تتناسب والتلاميذ الذين يتلقون المادة، هل هذه الطريقة تتناسب وأعمار التلاميذ ذاته، هل تتناسب والزمن المتاح لطرح المادة، وغير ذلك من الجوانب بتاعت الأساليب. ثم من الوظائف الأساسية للإشراف التربوي تنظيم البرامج التدريبية، تنظيم البرامج التدريبية داخل المؤسسة التربوية. ثم يحاول كوظيفة من وظائف الإشراف التربوي تطوير المناهج وتحسينها، وهذا يتم عبر التقويم، نقيم المنهج وهل هو يؤدي الغرض أو يحقق الهدف أم لا، ثم بعد ذلك نقوم بعض الإجراءات التي تجعل هذا المنهج منهج مثالي. كما أن من وظائف الإشراف التربوي تقويم تحصيل التلاميذ، إذا كان هنالك مشكلة في التحصيل حتى إذا كان التحصيل بصورة ظاهرية يعني جيدة أو ممتازة، أيضا يتم تقويم هذا التحصيل حتى نصل إلى نتيجة دقيقة ونتيجة يعني نستفيد منها في تحسين عملية التحصيل للتلاميذ. كما أن من وظائف الإشراف التربوي إجراء التجارب الجديدة الهادفة إلى تطوير العملية التربوية ورفع مستواها، تجارب أي برامج معينة نجربها وبعد ذلك إن أثبتت فاعليتها وصلاحيتها نحاول أن نعمم هذه التجارب على العملية التعليمية حتى نطور هذه العملية بصورة أو بأخرى. كذلك من الوظائف محاولة رفع كفاءة المعلمين المستجدين، هذه من وظائف الإشراف التربوي الأساسية، لأن المعلم الجديد يحتاج إلى مساعدة إلى من يأخذ بيده، وربما
انطباعه الأول يؤثر بعدها على كل مسيرته في العملية التربوية. لذلك يحاول أن يأخذ بيد هذا المعلم المستجد، يحاول أن يرفع كفاءته بتوجيهه وبمنح بعض الخبرات من المشرف التربوي. ثم بعد ذلك ندلج إلى أساليب الإشراف التربوي، ونقول أن هنالك أسلوبين أساسيين: الأساليب الفردية، وهذه الأساليب الفردية داخلة كثير من الأنواع، اللي منها مثال زيارة المدرسة. زيارة المدرسة يقوم المشرف ثم يذهب إلى المدرسة ويقوم بمهام الإشراف التربوي. من الأساليب الفردية زيارة المعلم في الصف، فرد فردية، يعني مشرف ومدرسة واحدة، أو مشرف ومعلم واحد، أو مشرف ومدير واحد. لذلك زيارة المدرسة واحدة، المشرف يذهب لوحده المدرسة ويقوم ببرامج الإشراف المختلفة. زيارة المعلم في الصف، يذهب المشرف التربوي إلى المعلم أثناء تدريسه، ثم يجلس مع المعلم ويراقب طريقة تدريسه وطريقة إدارته للصف وطريقة نبرات صوته وتوصيل المادة وغيرها، ثم يبدي ملاحظات إيجابية وسلبية. إيجابية يدعم هذه الأشياء الإيجابية، وسلبية هي ملاحظات يلاحظها المشرف ثم يحاول أن ينبه لها المعلم ويحاول أن يحسن منها. من الأساليب الفردية المقابلة، مقابلة سواء في مكتب أو مقابلة في فناء المدرسة أو أيا كان محلها، مقابلة فردية بين معلم ومشرف تربوي تطرح فيها موضوعات معينة. ربما يطلب في هذه المقابلة المعلم من المشرف التربوي أن يساعده في أشياء معينة. مثال يقول: لا، أنا مثلا إدارة الصف لا أستطيع أن أدير صفي بصورة جيدة، أريد أن تساعدني في كيفية إدارة الصف. والمشرف بحكم الخبرة وكذا ربما دل على بعض النقاط المهمة جدا في إدارة الصف، وكذلك في طرق التدريس مادة معينة، أنسب الطرق لتدريسها كيف، ثم المادة ذاتها كيف تقوم، بأي نوع من الامتحانات الموضوعية ولا المقالية وغيرها. من المقابلة الفردية بين مشرف ومعلم يتم فيها عملية إشراف تربوي ومحاولة تحسين هذا المعلم. كما أن من الأساليب الفردية هنالك التزاور، أي تبادل الزيارات بين المشرف التربوي والمعلم. كذلك اثنين من الأساليب، الأساليب الجماعية. أساليب جماعية أيضا داخلة كثير من الطرق، منها الاجتماع بين مشرف تربوي ومجموعة من المعلمين، يجلس ويكون في موضوعات عامة يطرحها هذا المشرف التربوي على المعلمين، بعد ذلك يكون في مناقشة وكذا. برضو من الأساليب الجماعية المؤتمر التربوي، المؤتمر تطرح فيه بعض الأوراق ثم بعد ذلك تناقش هذه الأوراق، تطلع بتوصيات الهدف منه تطوير عملية تربوية بصورة عامة. من الأساليب الجماعية أيضا الدروس النموذجية. دروس نموذجية أي يقوم المشرف أو معلم خبير بإلقاء درس نموذجي، ويحضر المعلمين يحضروا كأنهم طلاب، ثم بعد ذلك تبدأ الملاحظات ويكون في اكتساب للخبرات من هذه الدروس النموذجية. من الأساليب الجماعية أيضا المشغل التربوي. المشغل التربوي ده هو زي الورشة، نحن في التربية أو أهل التربية يعني شافوا كلمة ورشة كأنها تدل على الأبرول، هذا ليس تحقير أو لتقليل من دور الذين يلبسون الأبرات وكذا، ولكن نحن في التربية نحاول أن ندخل إلى الآخرين بصورة أكثر يعني مرونة. لذلك سمي بالمشغل التربوي، يعني يطرح فيه موضوع معين ثم يقتل بحثا داخل المجموعة، وأيضا يخرج بتوصيات وكذا، والناس تحاول تستفيد من الجوانب المختلفة التي نوقشت في هذا المشغل التربوي. من الأساليب الجماعية أيضا اللجان التربوية. اللجان تكون لحل مشكلة معينة، أيضا أسلوب من أساليب الإشراف. اللقاء بمعلم المادة أسلوب برضو أسلوب جماعي، تجمع أساتذة المادة، المشرف يجمع أساتذة المادة ثم يجلس معهم ويتداولوا في طريقة تدريس المادة أو أي موضوع يخص هذه المادة. الأساليب الجماعية منها برضا النشرات التربوية، وهذه يعني موضوعات معينة أو توجيهات معينة تنشر توزع للمعلمين، ويكون الحكاية فيها جماعية، تلقاها المعلمين بصورة جماعية ويستفيدوا من هذه التوجيهات. من الأساليب الجماعية أيضا الدورات التدريبية. التدريب طبعا هو للناس الكبار في الغالب، وهو اكتساب أساليب يعني معينة أو خبرات عملية، ويجلس مجموعة من الناس هي جماعي. وكذلك القراءات الموجهة. قراءات موجهة قصدي ما أنه المشرف التربوي يدل المعلمين على أن يقرأوا شيء معين، وكلهم يتجهوا لهذا الشيء أو هذا الكتاب أو هذا الموضوع في الكتاب معين، ويكون قراءة جماعية، ثم الناس تلتقي وتناقش
وتتبادل خبراتها أو الخبرات التي اكتسبتها في هذه القراءة الموجهة، ويكون بذلك إن شاء الله حصل تحسين وتطوير العملية التعليمية بصورة أو بأخرى. يعني الأساليب الجماعية أيضا، التعاون مع المؤسسات التربوية، كيف تعمل زيارات، يعني زيارة جماعية ونقوم بها للمؤسسات التربوية، أو نأتي بالأشياء النموذجية منهم، وعداك تكون حكاية فيها نوع من التبادل الخبرات والزيارات. المحاورة، وهي محاورة جماعية، يجلسوا لها مجموعة من الناس يتداولون فيها بصورة جماعية، ثم يخرجون بأفكار جديدة وخبرات جديدة. الحلقة الدراسية، الناس تجلس مجموعة ويتدارسون في موضوع معين قريب للورشة، ولكن هنا لا يمكن في الغالب ما يكون مكتوب كتابة، بل الناس حلقة دراسية، يعني أفكار تتوزع بين الناس لا تطرح بصورة منتظمة كالورشة أو في المشغل التربوي. عموما يتوقف اختيار الأسلوب إذا كان جماعي أو كان فردي أو داخل الجماعي والفردي من اجتماعات أو زيارات أو كذا وكذا، على مبادئ كثيرة جدا. أي حينما يختار المشرف التربوي الأسلوب الإشرافي الذي يحاول أن يطبق أو يستخدمه في تنفيذ برامج الإشرافي، عليه أن يضع في الاعتبار نقاط كثيرة جدا. من هذه النقاط كنا نقول نمرة واحد، ملائمة الأسلوب للموقف التربوي، ملائمة الأسلوب أو الطريقة اللي بيستخدمها المشرف للموقف التربوي المعين، هل هو تدريس، هل حل مشكلة، هل اجتماع، هل كذا، هل أسئلة كثيرة جدا لا بد أن يلائم هذا الأسلوب الذي سيستخدمه المشرف التربوي، يتلائم مع الموقف التربوي. اثنين، أن يعالج الأسلوب الإشرافي لمشكلات هم المعلمين وتسد احتياجاتهم، يعني ما يكون أسلوب هو بوادي واحتياجات المعلمين أو مشكلاتهم بوادي. ملائمة الأسلوب أيضا الإشرافي لنوعية المعلمين، نوعية قصدي بها تخصصات، خبرات، خبراتهم كيف، احتياجاتهم شنو، نوعية المعلم، يتناسب هذا الأسلوب مع نوعية المعلم، إذا كان تناسبه أو تلائم هو أسلوب يكون ناجح. تعاون المشرفين والمعلمين في التخطيط الأسلوب الإشرافي، يعني لا بد أن نشارك المعلم في الأسلوب الإشرافي الذي سنختاره. أيضا يتوقف نجاح اختيار الأسلوب الإشرافي على المشاركة الطوعية للمعلم في الأسلوب الإشرافي، كذلك عدم إغفال الأسلوب لقضايا المعلمين الشخصية ومشكلاتهم، لأنه كثير ما يكون هناك فصل بين مشكلات التربية هنا ومشكلات المعلم، وهذا الفصل كثير ما يخل بالعملية أو لا يساعد في أن يؤدي الإشراف التربوي أهدافه. لذلك لا يغفل هذا الأسلوب لقضايا المعلمين الشخصية كذلك، لأنه المعلم في إطار حل المشكلات العامة هو يحل في مشكلاته الشخصية، لا تفصل بين المشكلات العامة والخاصة للمشرف التربوي قدر الإمكان. ممكن تكون مشكلات شخصية هي مش مشكلات شخصية خاصة، ممكن تكون مشكلات شخصية خاصة بكفاءة المعلم أو في مادة معينة. لا بد أن يكون أيضا الأسلوب مرن بحيث يراعي ظروف المعلم، وكذلك لا بد أن يشمل الأسلوب الإشرافي لخبرات تسهم في نمو المعلم، ما يكون حاجة مكررة، لا بد أن يكون الأسلوب برضو يعني أتى بأشياء زادت للمعلم خبراته بصورة أو بأخرى. الأخ الدارس، في ختام الموضوع إن شاء الله نرجع ونقول أن الإشراف التربوي له يعني وظائف كثيرة جدا، اختصرناها في وظائف إدارية ووظائف تنشيطية تدريبية بحثية تحليلية وابتكارية، وفي وظائف عامة ذكرناها، حتى الأساليب زي وضعناها في مجموعتين كبيرة، مجموعة الأساليب الفردية والأساليب الجماعية، ولكن زي ما ذكرنا في ختام الكلام أن الأسلوب الإشرافي ذاته نجاحه يتوقف على اعتبارات كثيرة جدا، أرجو أن تراعى هذه الاعتبارات، وحتى التقاؤنا معكم إن شاء الله في محاضرة أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.